بسم الله، فيديو جديد النهاردة معانا وعطل جديد. فيديو النهاردة فيديو عام. عطل ده ممكن يحصل في أي جهاز لابتوب قديم حديث وسط أجهزة لسه هيصنعوها. العطل ده من الأعطال العامة اللي ممكن تحصل في أي جهاز. صورة العطل إن الجهاز بيجيلك بتوصل فيه الشاحن، الإنديكيتور شغال بشكل طبيعي، مفيش فيه أي مشكلة خالص. 3.3 فولت والخمسة فولت موجودين في دايرة الباور سيستم بشكل طبيعي، موجودين على البار سويتش زي ما احنا شايفين، والبار سويتش شغال لما بتبتدي تدوس عليه. 3.3 فولت بيحصل لهم دروب داون لزيرو، والبار سويتش شغال بشكل طبيعي. عندي 3.3 فولت على شريحة الإي سي، ما عنديش شريحة الإي سي ببعض البرد، فعندي 3.3 فولت جوه او في الاي او. متطلبات الاي او سليمه، مفيش فيها اي مشكله، والاي اوهات اللي بيكون عليها سوفت وير شحنت برضو الاي او مفيش فيه اي مشكله. طيب ايه الازمه وايه الطريقه الصحيحه لتتبع النوعيه دي من الاعطال؟ الطريقه الصحيحه لتتبع النوعيه دي من الاعطال هي انك تشوف متطلبات الاي او سليمه مفيش فيها اي مشكله، تشوف متطلبات التشيبسيت سواء هي تشيب انتل زي ما احنا شايفين بي سي اتش، او معالجات حديثة اللي ضموا فيها التشيبسيت جوه المعالج وبقوا فيه شباية واحدة، نفس الاشارات نفس المسميات مفيش فيها اي اختلاف، ولكن الناس بتحب تكبر او تصعب المواضيع على نفسها. الاختلافات بسيطة ولكن الاساسيات واحدة ومش هتتغير، يعني هي نفس الاساسيات مفيش فيها اي مشكلة. زي ما احنا شايفين فصلت الكروت بتاعة البوردة وفصلت الرامات وفصلت البروسيسور وجربت نفس النتيجة مفيش فيه أي استجابة خالص للبوردة. عطل النهاردة من الأعطال اللي بدأت ظاهرية تحت الميكروسكوب، بعد كده هنشوف بقى الإشارة اللي فيها مشكلة تحت الميكروسكوب دي. هنشوف دلوقتي العطل أو الوضع اللي احنا لقيناه في البوردة، وهنتكلم عن الإشارة المهمة اللي المفروض تفحصها سواء هي مشكلتها مشكلة ظاهرية ولا مشكلة ملهاش علاقة بالأعطال الظاهرية. زي ما احنا شايفين في مكثف من المكثفات قدامكم على الشاشة، المكثف ده فيه تسريب. المكثف ده مكثف توازي على خط من الخطوط المهمة، الخط ده من خطوط التفعيل الخاصة بشيب البي سي اتش او الانتل. خطوط التفعيل اتكلمنا عليها قبل كده. الشباية بتحتاج متطلبات كتير في التشغيل، كل مرحلة الشباية بتحتاج متطلبات في التشغيل، ولكن بداية الإشارات اللي بتخلي الشباية تبتدي تتعامل او تبعت وتستقبل اشارات بينها وما بين الاي او هي الاشارات الثلاثه اللي اتكلمنا عليها قبل كده. اشارات التشغيل اللي هي البي سي سي الخاصه بالتشيبسيت، واشارات التفعيل اللي اسمها ار تي سي ريسيت او اشارات الريسيت بشكل عام حتى لو ما فيهاش ار تي سي، واشارات الكلوك او الترددات اللي مصدرها الاساسي من الكريستالة الخاصة بالترددات. زي ما احنا شايفين ده المكثف سي 860. المكثف ده توازي، خلينا نشوفه كده على مخطط. المكثف ده توازي مع خط من خطوط الإشارات المهمة أو إشارات التفعيل الخاصة ب الـ U519 زي ما احنا شايفين دي الشباية الـ BCH، الـ 3.3 فولت الـ RTC RTC ريسيت. المسمى بيختلف من مخطط للتاني، ولكن الأساس في المسمى الريسيت. أي إشارة فيها ريسيت مفروض دي إشارة تفعيل، مفروض يكون عليها الجهد الأساسي بتاعها. إشارات الريسيت تعادل إشارات الإنيبل في الأي سي، ولكن بالنسبة للشبات والمعالجات الجديدة. فإشارات الريسيت دي إشارات تفعيل لازم تفحصها حتى لو ما جاتلكش فيها عطل ظاهري زي ما احنا شايفين. مكثف فيه تسريب وهو اللي عامل المشكلة دي. وبالمناسبة العطل بدأ مع العميل ان الجهاز شوية يشتغل وشوية لأ، فبرضه دي من الحاجات اللي خلتنا نركز في العطل الظاهري قبل ما نبتدي نقيس اي اشارات في البوردة. ولكن لو ما فيش عطل ظاهري معانا في البوردة او العميل ما اشتكاش الشكوى اللي غالبا بيكون سببها عطل ظاهري او بيكون ظاهر في البوردة تحت الميكروسكوب، بنتجه نحو قياس الإشارات المهمة الخاصة بالآي أو، متطلبات الآي أو اللي اتكلمنا عليها قبل كده، والإي سي شريحة الإي سي اللي عايزها تتشحن، والإشارات المهمة الخاصة بالتشيبسيت. الفولت الخاص بالآر تي سي هنا واصل ل
او زي ما احنا مصدر. شايفين غيرنا المكثف بمكثف جديد، وهنبتدي دلوقتي نشوف النتيجة مع بعض، ونشوف نتيجة العطل البورد هتبتدي تتفاعل معانا ولا لا. طبعا المكثف ده بالقياس ممكن يكون سليم، مفيش فيه اي مشكلة، لان ممكن يكون معاه مكثف تاني توازي فيديك قياس سليم. فنخلي بالنا برضو من النقطة دي، مش دايما بيكون باين على المكثف ان في تسريب، يعني مش شرط مكثف يجيلك بمظهر يقولك انا فيا تسريب. فنخلي بالنا برضو من النقطة دي، قياس الجهد نفسه بيكون دلالة ان الدايرة سليمة مفيش فيها اي مشكلة، لان لو في تسريب ومش باين الفولت مش هيكون مظبوط. يعني في تسريب ومش باين على المكثف، ال 3 فولت الريست مش هيكونوا مظبوطين. فمش شرط يجيلك العطل بالصورة اللي انتوا شايفينها دي، فلازم نقيس. زي ما احنا شايفين البوردة ابتدت تستجيب. ليه ابتدت تستجيب؟ لان اشارة الريست اللي هي 3 فولت وصلت للتشيبسيت وابتدت تتعامل بقى مع الاي او، تتفاعل مع الجهاز بشكل سليم وطبيعي. بالمناسبة اغلب اشارات ال RTC reset او reset بشكل عام بتكون حوالين الشيبسيت او من الجهة التانية من الشيبسيت. يعني لو عايز تتأكد من الاشارة دي او لقيت مثلا مقاومة رقمها كذا خاصة بالريسيت على المخطط، ما عندكش بورد فيو زي ما انا ما شرحت، انا ظاهر بس الفيديو دي البورد فيو انا ظهرته في الفيديو عشان اشرح لكم العطل. لكن لو ما عندكش بورد فيو هتعمل ايه؟ هتبتدي تدور. يعني المقاومه دي غالبا مش هتكون بعيده عن التشيبسيت، بتكون حوالين التشيبسيت او في الجانب التاني من التشيبسيت، بتكون قريبه. زي ما احنا شايفين الجهاز اشتغل معانا بشكل طبيعي، فتح داتا برضو مفيش فيها اي مشكله. طبعا عمل فلاش بلوك للبايوس لان شريحه الاي سي اتشحنت من مركز صيانة تاني. زي ما احنا شايفين الدنيا اشتغلت معانا تمام. وبالنسبة الرسالة اللي ظهرت دي اللي هي مان فاكتور بروجرام مود بروجرامين مود، دي انا عملت عليها فيديو على اليوتيوب اللي ظهر لي نفس الرسالة بعد شحن البايس. روح اتفرج على الفيديو ده هيستفاد وهيشيل الرسالة بكل بساطة. اتمنى يكون الفيديو افادكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني على خير.